السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن خالدي، واليوم التغطية السريعة من معرض أوتو السيتي النادر للسيارات. طبعا اليوم التغطية عن مازدا سيكس ناين 2019 فئة ستاندرد دفع أمامي. بنتكلم عن السيارة، نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا، وأول شيء ناخذ جولة سريعة على السيارة من الخارج. طبعا مازدا سيكس ناين هي سيارة كروس أوفر من مازدا اس يو في، طبعا 7 ركاب. طبعا هذه السيارة تنافس كل من نيسان باثفندر، هيونداي سانتافي، كيا سورنيتو، فورد اكسبلور، وطبعا شفرولي ترافيرس، وعندكم جي ام سي اكاديا، والسيارات اللي بالفئة هذه تقريبا كثير، حتى اللي عندكم الشانجان عندهم منافس له، والهوندا البيلوت برضو من ضمن الفئة تقريبا. طبعا السيارة محركها 4 سلندر 2500 سي سي توربو، 224 حصان تقريبا، والجير اوتوماتيك، 6 سرعات توبترونيك، نظام الدفع فهو امامي. الفئة هذه ما هي برباعي. المواصفات الخارجية عندنا انوار LED نهارية بالنسبة زي ما تشوفون عدسة، الجنوط مقاس 17 انش مكحلة باللون الاسود، وعندنا اشارات بالمراية، ومن الخلف نلاحظ انوار LED خلفية. طبعا نظام القيادة في السيارة نظام محرك مازدا سيكس ناين، عندنا 4 حساسات خلفية، وعندنا عدد 2 شكمان بالخلف، انوار LED للوحات الخلفية. وبالنسبة لصرفية الوقود، كل لتر بنزين تمشيك 12.4 كيلو، تقييم السيارة ممتاز، نوع البنزين 91. طبعا هذه السيارة من الداخل، طبعا الداخلية قماش بيج، او عفوا من هنا قماش، والاطراف يعني شموة على قماش تقريبا. السيارة 7 ركاب للمعلومية، 3 صفوف، الصف الامامي، الصف الوسط، والصف الخلفي، هذا هو. طبعا فيها تكييف خلفي جاي زي ما تشوفون، فقط في الجهة هذه للأسف انه ما هو واصل للخلف، لكن لا بأس كحجم السيارة، فيها مكيف امامي ومكيف خلفي في النص. ننتقل الى الداخل. طبعا سعة خزان الوقود 74 لتر للمعلومية، 224 حصان توربو واحد. نتكلم الحين عن صرفية الوقود، طبعا عفوا عن مواصفات السيارة الداخلية، نتكلم عن صرفية الوقود، كل لتر بنزين تقريبا 12.4 كيلو. السيارة طبعا بسم الله، الزجاج كهربائي زي ما تشوفون، اوتو لمسة واحدة، جميع النوافذ، المراية كهربائية، واكيد فيها خاصية الطي الاوتوماتيكي. عندنا طبعا تراكشن هنا، وعندنا الدركسون الثلاثي، طبعا زي ما تشوفون فيها اوامر صوتية، فيها بلوتوث، تحكم بنظام صوتي بالكامل، مثبت سرعة موجود، عندنا هنا تعداد الرحلات حق السيارة زي ما تشوفون، طبلون السيارة. طبعا عندنا هنا الشاشة معلومات بكاميرا خلفية، انا جيت افتح نافيجيشن كاتبين غير مجهزة بنظام الملاحة، يتوفر نظام الملاحة مدمج لدى موزع مازدا، فار تقدر تشتري لها نظام ملاحة تي بي. السيارة طبعا للمعلومية تشغيل ذكي، لكن ما هي بدخول ذكي، مفاتيحها عادية، يعني تبي تدخل السيارة تضغط الزر تفتح لك الابواب، تبي لها الله تنزل تقفل الابواب بالريموت نفسه، ما هو دخول ذكي ولا تشغيل ذكي، لكن عفوا ما هو دخول ذكي ولا خروج ذكي، لكن تشغيل ذكي زي ما تشوفون. السيارة بمكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب، قلنا فيها تكييف خلفي، الجير اوتوماتيك من 6 سرعات توبترونيك زي ما تشوفون، عندنا وضعية القيادة سبورت موجودة بالسيارة زي ما تشوفون هنا، الجنط الكهربائي موجود، للأسف ما في خاصية الهول، تعتبر صراحة يعني هو كفخامة موجود، لكن صراحة كمثلا فائدة حقيقية زي نظام الهولد ما هو موجود فيها. طبعا هنا التحكم بالنظام الصوتي اللي بالسيارة أو بالشاشة زي ما تشوفون، طبعا فيها كاميرا خلفية، طبعا هنا ترفع الصوت تنزل الصوت لأنه ما في تحكمات هنا في النظام الصوتي على الطبلون. مراية داخلية عادية وليست تأتيم، أنوار السقف باللون الأصفر، بيت النظارة،
الشماسات فيها مراية مع إنارة أكيد. تكاية بالوسط صراحة فخمة أمانة، يعني ينقصها الدفع الرباعي فقط. لا تقدر تدخلها الظاهر النافيجيشن من هنا، يمكن يجي معاه ذاكرة النافيجيشن والله أعلم. منفذين يو اس بي زي ما تشوفون، منفذ يو اكس، يعني نفس حركة اللكزس والتويوتا، تكون الذاكرة برا السيارة عندهم في المكتب، فبس تشتري الذاكرة. حملتك بعد اثنين التكاي، عفوا الدرج الأمامي، هذا الداخلية حق السيارة، مقاعد السيارة طبعا زي ما قلنا 7 ركاب 3 صفوف. بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، فرامل اي بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباك للسائق والراكب، وإرباكات جانبية، وعدد 7 أحزمة أمان. السيارة حلوة جميلة صراحة، أنيقة، فخامة داخلية موجودة، فخامة داخلية، الفخامة الخارجية ما يحتاج نتكلم عنها. كمثلا والله عشان صراحة يعني على قولتهم الحلو ما يكمل، يعني لو انهم حاطين دفع رباعي فئة ستاندر صراحة بتكون روعة، انا اشوف ممتاز جدا يخلونه دفع رباعي حتى لو ما حد يستخدمه، كنظام سيفتي افضل يكون للسيارة. صحيح ان الدفع الرباعي موجود مو بزي حق الليكزس ولا حق الجي كلاس ولا نفس السيارات الثانية، دفع رباعي خفيف مستمر ما تتحكم فيه ويتحكم بنفسه، فيعني برضه كان موجود في السيارة يكون افضل نوعا ما ك يعني سيفتي، ممكن يعني طلعات خفيفة البر برضه يمشيك، الدفع الرباعي المستمر الخفيف هذا. فيعني انا هذا بالنسبه لي انا اشوفه صراحه، فتحه السقف ما فيها، يعني بيني وبينكم لو حطوا فيها فتحه سقف ودفع رباعي مستمر ما حد شرى في الكامل، لان ما شاء الله مواصفاتها ممتازه، مواصفاتها امانه تستاهل كل شيء، فيعني لازم يحط لك شيء ويشيل لك شيء. فزي ما قلت لكم لو حط لك بس فتحه سقف ودفع رباعي نادر ما حد يطلب جلد، فغصب عنك يجبرك تروح عنده ما شاء الله فئتين، السنكشر الظاهر والفئه العاديه في الكامل، لكن ما هي فخمة تجي بدون رادار وبدون 4 كاميرات. المازدا سي اكس 9 ما شاء الله الابرز والاشهر بفئته، ده الاكسبلور طبعا نتكلم عن سيارة الكروس اوفر، هو ظهر تقريبا في عام 2008، ما شاء الله حقق مبيعات ضخمة، دائما تروح الوكيل ما عنده، مخلص خلصت السيارة هذه ما في، ما عاد عنده، يعني يا دوب تطلع لك كفر من الوكاله، حظك اذا طلع لك مازدا سي اكس 9، حظك والله من جد، يعني تروح الوكاله اعطوك واحد على طول من ثاني يوم او ثاني اسبوع احمد ربك. فهذه الفكره عن السياره. ابرز المنافسين اخواني الكرام اللي هو هوندا بيلوت، عندكم من نيسان باثفندر، تويوتا عندهم هايلاندر مدري ايش اسمه بس ما هو موجود في الاسواق الشرق الاوسط. لا الله عندهم حتى سوبارو، عندهم سياره منافسه بالفئه هذه اسمها تروبيكا. الامريكان عندهم من 3 شركات عندهم منافس، يعني عنده 3 شركات وفي شركه عندها منافسين من نفس الشيء اللي هم جي ام سي، اكاديا، والشفروليه ترافيرس، وعندنا الفورد اكسبلور، وعندنا الدوج الدورانجو، وعندنا الهيونداي السانتافي، وعندنا برضو كيا بتدخل سيارات برضو افخم من هذه، هو هيونداي بلاسيد مدري وش اسمه، وكيا عندهم واحد ثاني برضو داخلين، يعني الفئه هذه جدا جدا مطلوبه، هذه يطلبونها اكثر شيء الاباء اللي عندهم عوائل، عندهم 5 اطفال 4 اطفال، فيحتاجون سيارات جيب مرتفعه شوي، يشيلون بزارينهم، ما يبغون سياره فان، فهذه السياره تستهدفهم، السياره هذه موجهه لهم. السيارة الخاصة الأخوان ما يحبون البر، هذه السيارة مناسبة لهم، يبون سيارة طرق سريعة، يبون سيارة جوا المدن، يبون سيارة فخمة، يبون سيارة عملية، هذه السيارة خيار مناسب. وحاطين لك الوكالة، يعني السيارة ما شاء الله بمواصفات حلوة مميزة، عمرها الافتراضي ما شاء الله طويل، خاصة إذا حافظت عليها أكثر وأكثر، فما يحتاج تتكلم عن السيارة حتى أنا ستاندر، يعني هذه ستاندر، تروح تقول لهم أعطوني أقل شيء، يعطيك هذه بصمة، جنط كهربائي، مكيف خلفي، فيها نافيجيشن. يعني هذه ابرز المواصفات، حتى ما شاء الله تصميم السياره الداخلي ما يحتاج اتكلم عنه، ارباكات جانبيه موجود فيها، فما شاء الله صراحه اهنيهم على السياره هذه. طبعا طولت عليكم اخواني الكرام بالتغطيه، اللي حبيت يتواصل مع معرض اوتو سيتي النادر اكيد ارقامهم اخر التغطيه، وان شاء الله نصور لكم سيارات اكثر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.